أتبونا الأنبكروس بقى. الأنبكروس أكيد في بناء الكنيسة ربنا بشفاعته اتمجد كتير جدا. عايزين نتكلم بقى عن معجزة مثلا من معجزات الأنبكروس في حياة قدس. هو كان في مرة من المرات كان وإحنا بنبني الكنيسة كان في المقاول كان طالب فلوس مننا، كان طالب 10,000 بالظبط. وبعدين واحد كان الراجل دوت انا ما اعرفش، كنت واقف مع المقاول فوق وعمالين نتكلم ازاي هنديله الفلوس ومحتاج الفلوس ديت وطالب المبلغ دوت، هو كان ليه فلوس كتير يعني بس عاوز المبلغ دوت. فلقيت واحد الفراش بيقول لي الحق ده الراجل الكهربائي جاي لك. قلت له كمان الكهربائي؟ طب اخلص ده وبعدين نشوف دوت. فنزلت له لا ما نزلتش الاول، استنيت شويه قلت له لا قول له مش دلوقتي، تعالى بكره بكره وبعد لحد ما نجهز لك فلوس. فطلع لي تاني 3 مرات. فالراجل دوت نزلت بعدها والراجل بقى مصمم ان هو يمشي ويعطل الشغل اللي هو المقاول بتاع المباني لحد ما ياخد الفلوس. نزلت تاني لقيت الراجل عمال بتكلم معاه طب هنديك الفلوس بكره. ففوجئت ان الفراش بيقول لي ده الكهربائي برضه قاعد ومستني عشان تقابله وتشوف هتقول له ايه. فبروحت بقى وانا يعني ايه مشدود شويه اخلص ده ولا اخلص دوت، لقيت الراجل بيقول لي انا 3 مرات اجي وامشي ويقول لي انت مش عاوز تقابلني، فايه الحكايه؟ قال لي ده انا جايب مبلغ تروح اوديهم للكنيسه هنا بس الاقي الكنيسه دي لسه بتتبني اقول لا ارجع تاني 3 مرات. واداني الفلوس اللي اديتها للراجل وكملنا والراجل بدا يكمل الشغل بتاعه. دي كانت مره. انما النهارده الصبحيه لسه واحده جايه لي من مصر الجديده بتدور على الكنيسه، فب يعني قلت لها طب بس اديني فرصه شويه عشان كان معايا اب كاهن ضيف. فزعلت لان قلت لها استنى شويه. فلما عرفت انها زعلت فرجعت لها تاني فقعدت اتكلم معاها قالت لي انا عايز اقول لك على معجزه حصلت وانا جايه وجايبه نادر ليها للانبكراس. فقلت لها اتفضلي. طبعا انا الوقت كان صعب قوي لكن قعدت اسمعها. فقالت لي ايه؟ قالت لي ان انا كان عندها مشكله مع جوز بنتها وهو خادم حلو قوي وابن ربنا لكن في شغله اتهموه تهمه كده مخله شويه وبايخه ان هو اتحرش ببنت وبنت مش مسيحيه، فالامور كانت صعبه جدا لدرجه انهم وصلوها للبوليس. وبعدين الحكايه متأزمه ومسكوه والحكايه صعبه خالص. فهي قاعده ومتضايقه وراحت شغلها، هي في مكان عملها يعني كان ليها زميل والزميل دوت يعني انت مش متعودين ان تبقي مكشره كده وزعلانه في ايه؟ فقالت له لا في حاجه مضايقاني. فقال لها طيب لو انت متضايقه في الانبكراس اقرا القصه بتاعته وسيب الموضوع عليه وهو هيشتغل. قالت له مين الانبكراس؟ انا ما اعرفش الانبكراس، انا دايما بحب لما اتعامل مع القديسين ابقى اكون عارفه القديس. قال لها الانبكراس دوت بدا يكلمها يديها نبذه صغيره كده. قالت له انا فاكره ان في كتاب في البيت. قال لها طب انا هجيب لك الكتاب بكره. فهي روحت وعارفه الاسم موجود عندها ففتحت الكتاب وقرته. فهي قاعده تقرا كده بصت للانبكراس بقى انت معقوله قعدت 57 سنه ما تشوفش بني ادم؟ ممكن ده؟ مستعجبه قوي. قرت تاني وكملت بقى السيد المسيح بقى ينزل وبدات الحكايه مشاعرها كلها تتشد على الانبكراس. ازاي كان بينزل يقعد معاك؟ طب وانت يا رب ليه ما بتعملش معايا انا كده اهوت؟ فالانبكراس في كتاب تاني فاتح ايديه كده اهوت راحت ماسكه على ايده وراحت كاتبه اسم جوز بنتها اللي عنده المشكله. قالت له انا سلمتها في ايديك بس هقول لك على حاجه بالكلام ده بامانه زي ما قالت لي. انا هسيب لك الموضوع. انت عاوزنا نعرفك وعايزنا احبك تحل لي المشكله ديت. لو ما حلتهاش انا هبقى زعلانه منك. بمعنى كده يعني. فبتقول ان هي بقى في اليوم اللي هيتعرض عليه على النيابه بقى والتحقيق والحاجات ديت ووكيل النيابه لما قابل الراجل فهمه ان الحكايه كلها والمحضر ضدك خالص يعني ما فيش حل. فهي سابت الموضوع على الانبكراس. فدخلت تحضر زي اجتماع في شغلها فلقيت التليفون ده جاي بيقول لها اللي هو جوز بنتها دوت بيقول لها اللي انا خرجت وقولي لي انت كنتي بتشفعي لي بمين القديس اللي فحكيت له على الانبكراس وجت الكنيسه بتاعت الانبكراس. الكلام ده النهارده الصبح.